من غير كسوف، بتعلق على كل الترندات اللي بتحصل. ليه رفضت تعلق على أزمة شيرين وحسام حبيب؟ ليه؟ عشان مش رفضت، بس عشان أنا كنت طرف في أزمة معاهم. حاسس بالذنب تجاه شيرين تحديداً؟ لا. هل حسام حبيب مسؤول عن اللي هي وصلته ده لوحده، ولا هي كمان برضو كانت شريكة فيه؟ بس هو له الإسهام الأكبر، يعني هي طبعاً شريكة لأنها قبلت ورضيت بده، لكن هو يعني بصي طبعاً أنا بحبش أخش جوه البيوت، ولا حد فينا على فكرة من كل الناس اللي بتفتي على السوشيال ميديا كان عايش معهم جوه البيت، فعارف تفاصيل حياتهم، لكن إحنا لينا الظاهر بالنتيجة. الظاهر بالنتيجة يعني إيه؟ يعني يا أسمى شيرين عبد الوهاب كانت حاجة وبتطلع وكيرف عالي وبتشتغل وبتنجح، وكل أسبوع أسبوعين أغنية أحلى من التانية وأجمد من التانية، ثم تزوجت حسام حبيب، فمرة واحدة لقينا الكيرف بيعمل كده وشيرين بتحتجب وتختفي وتنحسر، ملهاش أغاني، ليها مشاكل بس وليها خناقات بس وليها أخطاء بس. فاللي يشوف من الغربة ما يشوفش من الغربة يبقى أعمى. المتغير اللي حصل إيه؟ جوازها بحسام. واللي أكد لنا الكلام ده مش بقى إحساسنا، التصريحات اللي هي قالتها عند الانفصال عن حسام. قالت بقى ده أنا كنت وكنت 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 وكنت، فهي اللي قفشت الأسرار. يا رب ترجع شيرين أحسن من الأول من غير كسوف.